السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا كاملين باحسن حال. عارف راسي تعطلت باش نحط هذا لا فيديو. اليوم باذن الله غنديروا كلاص سوليرو، ماشي كوكتيل ولكن بالاورانج. تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه ونتمنى يعجبكم الفيديو. مرحبا. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم باننا دخلنا سلعه جديده للعيد. عندنا هذا الهاشوار، هذا اينوكس، حاجه اوريجينال دي اس بي. اللي بغى يتواصل معنا على هذا الرقم اللي كيبان في الشاشه ان شاء الله. وايضا عندنا هاد الشوايه ديال فاغور، حاجه كاليتي، حاجه فاغور اوريجينال نتاع برا، والثمن حتى هو زين ديال ليكيداسيون، يعني الثمن ما تلقاوش بلاصه اخرى. 460 درهم، توصيل غراتوي في المغرب كامل وفيما كنتي، مدينه فيلاج فيما كان ان شاء الله. كتجي هكا ان شاء الله بلاك، كتقدر تشوي فيها مثلا 30 حبه نتاع القضبان، العبار ديالها 60 على 30، 66 على 33. وكتجي تقدر تشوي فيها القطبة، ندير فيها المسمن، البغرير، فيها درجة الحرارة من 0 حتى 240 درجة، يعني تقريبا راه طيب فيها أي حاجة. وتقدر أيضا تطيب فيها جوج مسمنات كبار، أربعة صغار، بطبوط، بغرير. شوفوا معايا واحد لاكاليتي فيها ما شاء الله، حاجة نتاع الدوام. تقول نتاع الدوام، يعني فاش تقول نتاع الدوام، نتاع الدوام. راه فاغور أوريجينال هادي، راه شوفوا معايا باش كتعرفوا. فاغور اوريجينال فيها السي او تاع الاتحاد الاوروبي، وفيها هذا السيري هذا اللي كيبان لتحت، وفيها السيري اخر في الجرانيت التحتاني، يعني راه حاجه كاليتي، حاجه طوب ان شاء الله. وطيب فيها راه سريع، والكونسوماسيون راه ما كتكونسومي حتى حاجه، ما كتكونسوميش، ما كتخصصش الضو كاع، اللهم بارك. اللي بغاها راه عندنا في ستوك، العدد محدود، تواصل معنا على هذا الرقم اللي كيبان في الشاشه باذن الله. ومرحبا بالجميع، نبداو على بركة الله الفيديو ديالنا. بالنسبة للمقادير، عندنا واحد نسيتر حليب، عندنا واحد صفار نتاع البيض، نقدروا نديرو جوج ولكن هذه وصفة اقتصادية، نديرو غير واحد. عندنا أيضا واحد ثلاثة المعالق كبار نتاع السكر، يعني 60 غرام سكر. وهنا مع السكر عندنا واحد المعلقة صغيرة نتاع الفاني، معلقة صغيرة عامرة نتاع روح البرتقال. إلا كان الكوكتيل نديرو روح الكوكتيل، أنا درت هنا غير البرتقال. وهنا عندنا الكلاص، الكلاص هذا راه كيتباع بودره، بودره هكا تساوي تقريبا شي 13 درهم. بالنسبه لهاد البودره هادي كناخذو فاني، ما تاخذو حتى نكهه اخرى من غير الفاني. الفاني كنقدروا نتحكموا في لوغو ديالها، نقدروا نبدلوها لوغو فاني، يقدر يغطي عليها اي جو واحد اخر، البرتقال، الكوكتيل، البيستاش. بغيتي دير سوليرو باي نكهه بغيت دير ان شاء الله. انا درتو هنا بالبرتقال. وهنا عندنا ليمون تاع السيليكون، ها هما هاد الليمون، هادو راه كانوا يتباع عندنا في المتجر وحاليا سالاو لنا، ومن هنا واحد السيمانه غيدخلوا لنا. اللي بغى شي حاجه يقدر يخلي الطلب ديالو بما يدخلوا ان شاء الله. اول حاجه كنديروها، كنديروا الحليب في الكاسرونه، كنخويو عليه السكر وصفار البيض، وكنخلطوا هاد الخليط هذا، هاد الكريم اونغليز سامبل، كنميكسيوه هكا بالفويي، وكنديوه فوق الفرن يغلى، وصل درجه 80 درجه ان شاء الله، يعني يغلي يبقى يكشكش بحال غلينا في الحليب، راكم عارفين. ها انتما هو كيطيب. بعد ما غلى كنخويه في واحد الباسينه وكنخليوه يبرد. ضروري هذه ملاحظه مهمه، كنخليو الحليب ديالنا يبرد، يطلق السخون، فهمتوا؟ هنا ان شاء الله في واحد الباسينه واحده اخرى كناخذوا واحد الرابعه نتاع الحليب، رابعه نتاع الحليب، يعني النص نتاع نص لتر، وكنخويو عليه هذيك الباكيه نتاع البودره ديال الكلاص. نقدروا نديروا الباكيه كامله، نقدروا نديروا غير النص ديالها. الا درنا باكيه كامله كيجي الكلاص كريمو، كيجي كريمو بزاف. الا درنا غير النص كيجي كريمو شويه. كنطلعوا هاد لاباري هادي بهاد الطريقه هادي، ديك البودره مع ربعه نتاع الحليب، وكنميكسيو كيما مكتوب في الباكيه. راه مكتوب اصلا في الباكيه الا بغيتي تطلع هاد الكلاص دير ربعه نتاع الحليب والبودره. حنا نقدروا نديروا ربعه، نقدروا نديروا حتى نص لتر الا بغينا الكلاص ديالنا يجي ايكونوميك اكثر، ولكن ما يجيش كريمو كيما في هذه الحاله هذه الا صايبنا بهذه الطريقه هذه. هانتوما شوفوا معايا ربعه تاع الحليب مع البودره، وكنميكسي ونطلعوه حتى يطلع مزيان، حتى يوصل الطوب درجه ديال الطلع. هانتوما شوفوا معايا راه بدا كيطلع، طلع شد راسو. شوفوا معايا كنضل نميكسي هكا حتى يوصل هذه الدرجه هذه. مباشره كنخويو عليه الكريم اونغليز الاولاني اللي كنا صايبنا، وكنميكسيو الخليط ديالنا غير بشويه ان شاء الله، حتى كنميكسيوه كامل، حتى كنخويو عليه داك الكريم اونغليز كامل ان شاء الله. هانتوما شوفوا معايا في الاخر فاش كنميكسيو داك الكريم اونغليز مع داك الكلاص اللي شاد راسو، كنحسو على واحد لاباراي سموت، يعني هادي غير بمجرد تكونجلا كتولي
كتولي كريمو كتولي كريمو كتحس بها راك كتاكل كلاص فري كلاص قوار نتاع الفاني دابا. ولكن غنقسمو على جوج غنديرو واحد النص غنديرو له كريم غنديرو له سيترون ماشي سيترون البرتقال لورانج وكنخلطوه هكا الاخر كنخليوه فاني هذا سوليرو فاني اورانج فهمت نقدروا نديرو كامل اورانج ولكن انا كنفضل تميكسيو ما بين الفاني مع لورانج كيعطي داك لوغو بحال سوليرو سوليرو فيه الفاني وفيه الكوكتيل اولا لورانج اولا شكيلات الاخرين كنعمروا ليمون بهذه الطريقه هذه ليمون تاع السيليكون عمليين دائما في الخدمه عندهم عمليه بزاف هانتوما كنديروا شويه تاع الفاني وكنخوف شويه تاع لورانج وهكذا حتى كنعمروا ليمون حتى لوفون ديالو حتى الفوق ملي عمرنا ليمون ديالنا كنديوهم يتكونجلاو دائما ليمون قبل ما نعمروهم ملاحظه مهمه كنديروهم في الطاوه حيت الا جاب الله حطيناهم في الطبله وبغينا نهزوهم لقيت اللي بغينا نهزو سيليكون سيليكون تعرفوا راه يتعوج راه يعني كديفورما بين يدين يعني وقت اللي تهزو يقدر يديفورمو ويتخوى لك لاباري في الارض يعني حط ليمون في الطاوه عاد عمرهم هنا غنصايبو واحد الكلاصاج واحد الكلاصاج اللي غنغلفو به الكلاص ديالنا هذا الكلاصاج هذا نحبس الفيديو هنا خصو يكون جوج حوايج ما يجيش كي الجلده ويجي دغيا يتكال دغيا يتسرط يجي حتى هو بحال قلنا يدوب غنعطيكم المكونات ديالو وكل حاجه شنو لي في ديالها داخل الكلاصاج ردوا معايا البال مزيان دابا ان شاء الله غنتعرفوا المقادير عندنا الماء والسكر عندنا 100 مليلتر تاع الماء زائد 200 غرام تاع السكر يعني السكر تيكون دوبل كميه تاع الماء عندنا 200 غرام ديال شوكولا حليب شوكولا حليب شوكولا بيضه الاوريجينال حاجه كاليتي ماشي الاخرى نتاع السكر نتاع 4 دريال هذه كتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات قولوا ليه شوكولا ريش حليب بلون بحال هكا عندنا ايضا واحد معلقه صغيره عامره ديال روح الحامض واحد 100 مللتر ديال الحليب شتو 100 مللتر حليب اولا 100 مللتر كريم شونتيي على حساب الا عندكم كريم شونتيي سائل ديروا كريم شونتيي سائل باش تعطيوه واحد الكونسيستنس اللي ثقيله الا ما كانش ديروا بلاصتو الحليب ماشي مشكل وعندنا 5 ديال لي فوي جيلاتين 5 فوي جيلاتين ان شاء الله فواحد الكاسرونه كنديروا السكر ونضيفوا عليه الماء ونديوه ان شاء الله يغلى هذا الخليط هذا يغلى يوصل درجه البويون حيت يعني الماء السكر دوبل كميه الماء غيجي كي الفوار ديالو غيبان بحال السكر كما كيطيب يعني يوصل لدرجه الطياب نتاع السكر هانتوما شوفوا معايا فاش يوصل لهاد الدرجه هادي هانتوما كيطيب كنعرفوا بانه مزيان كنخليوه واحد شويه مازال مورا البشره كنحيدو فوق الفرن كنخويو عليه داك الحليب اولا كريم شونتيي على حساب الكونسيستنس الا درنا كريم شونتيي كتجي ثقيله الا درنا حليب كتجي شويه خفيفه مباشره في واحد الغراف اخر كنديروا الشوكولات كنديروا ايضا لاروم ديال البرتقال وايضا كنخويو عليه داك السيرو داك السيرو اللي طاب مباشره هذا الخليط هذا كنضيفوا عليه الجيلاتين اللي حنا درناه اصلا في الماء بارد باش يتطلق 5 تاع لي فوي كنعصروهم مزيان من الماء ومباشره كنخويهم فوق لاباراي ونميكسيو كلشي بالميكسور بحال هكا طبعا هاد لي ميكسور هادو راه كيتباعو عندنا اشكال والوان اللي بغى شي ميكسور يتواصل معنا على هاد الرقم هذا حاجه كاليتي واعره بزاف كنميكسيو هاد الخليط مزيان ودائما الميكساج تندخلو الراس لتحت القاع ما نبقاوش نطلعوه الفوق باش ما ندخلوش لي بول ديال لير ديال الهواء الكلاصاج ديالو يبقاو بالنا في الغلاف نتاع الكلاص خص دائما نضربو من التحت باش يدخل الخليط ويتورنا مزيان طبعا نقدر نقول لكم دابا هذا الخليط هذا ما نخدموش به دابا حتى يطلق الحراره مزيان نخليوه حتى يطلق الحراره انا ما بغيتكمش يعني بزاف الناس ما عندهمش الميزان تاع الحراره وهذا وغادي ندوخكم الا قلت لكم هاد درجه الحراره ولا هادي داكشي علاش انا غنحاول ما امكن نقول لكم غير خليوه فامتى غادي تستخدموه الوقيته اللي تقيسوه بيديكم وتلقاوه غير دافئ ما سخونش ما يحرقنيش المهم غير دافئ نحس به غير دافئ الدفء بحال قلت نتاع جسم الانسان تقريبا يعني تحس به دافئ يعني تقيسو تلقاه غير دافئ انا عارفو ما غيدوبليش الكلاص ديالي بسرعه فاش نخشي فيه الكلاص هذا هو المهم باش ما كان
باش ما خرج منه الحراره باش ما كان مزيان في الاستخدام. هانتوما معايا لي كلاص ديالي بعد ما تكونجلاو مده 5 سوايع كنشدهم وكنديرهم في الكلاصاج ديالي. الكلاصاج ديالي اللي خليته اصلا كما قلت لكم خرجت منه الحراره ما بقاش سخون ولا بحال قلتي بدرجه الحراره نتاع الغرفه تقريبا. كنحطو الكلاص ديالنا بهذه الطريقه هذه فوق واحد من الاحسن يكون شي كاغيط، واذا حطيته فوق هذا بحال مثلا هذا ما تخليهوش مده طويله، غير صايبو جوج حيدوه وحطوه في بلاصه اخرى فهمتي باش ما يلصقش لكم الكلاصاج في هذا ديالكم في داك الكري هكا. ولا كان عندكم شي فرشي من الاحسن تخشيو ديك الخشبه في الفرشي ويبقى الكلاصاج معلق هكاك فهمتي، احسن باش يتنقص كاع الكلاصاج من يعني تولي تبقى رقيقه وحتى ما كاع الجوانب يكونوا مقادين. اما الا تحطوا شي بلاصه كيبقاو دوك البلاصه نتاع لي كري كيبانوا في الكلاصاج. هذه هي النتيجه النهائيه الكلاصاج ديالنا. شوفوا معايا الكلاص فاش كنقطعوه كيجي كريمو واعر ما شاء الله. ونتمنى يعجبكم والى اللقاء فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.